فالشاهد الآن في التيمم، لكن المسائل التي لم تذكر، أنت مع شخص تدخلان بيتا والباب لا يسمح إلا لواحد، لك تفضل أنت اليمين، فهل هذا ورد عن رسول الله؟ هو لم يرد، لكن نوى يصنعه إلحاقا من باب إكرام الأيمن، من باب إكرام الأيمن. طبعا في الباب أحاديث لم يردها النووي هنا، كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بقدح لبن كي يشرب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أسقي أعمامك؟ قال: لا، لم أكن لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فناوله النبي الإناء كي يشرب، فلو كانت هناك فسحة لإكرام الكبير لم يحتج إلى استئذان الصغير، لكن هنا لما كان الأصغر هو الأيمن فحينئذ أكرم من هو على اليمين. فليطرد هذا ونحن ندخل تدخل باليمين. يأتي واحد أخي يقول لك: لا، ليس من السنة، لم يرد في السنة. هي لم ترد، لكن الإلحاق بالتبع أنه يرى أن هذا للإكرام، إكرام من هم على المستدل بعمومات. إذا منهج النووي الاستدلال بالعمومات، استدل بقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني يا هنيئا لهم أصحاب المشأمة ويا الميمنة ويا تعسا لهم أصحاب المشأمة، فاستدل بالعمومات. فمن منهج السلف أيضا إذا لم يكن في المسألة نص خاص جاز أن يستدلوا بالعمومات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وما في تربيتها من الأجور، فقال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، يعني الذي يحبسها يعدها للجهاد في سبيل الله، وعلى رجل ستر، يعني الرجل لا عليه ستر، رجل يركبها، وأيضا إذا نادى المنادي للجهاد يخرجها للجهاد في سبيل الله، وعلى رجل وزر، والذي يركبها رياء وسمعة وتباهية. فسئل النبي سؤالا: والحمر يا رسول الله ما شأن الحمير؟ تكلمت على الخيل، قلت لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر، فالحمير يا رسول الله؟ قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجوز الاستدلال بالعمومات إذا لم أجد في الباب نصوصا خاصة.